iza'a muskilatin ma aw mawdu'in muhaddadin aw mawdu'in muhaddadin wifqa nasaqin hayadi wifqa nasaqin hayadi waktu bawaan badalika yani nubayyin wifqa nasaqin hayadi hayadi mudajarrad mudajarrad an al-hawa mutajarrad aw mutajarrad mutajarrad 'an al-hawa wal 'atifa fi ittikhadh al-qarar aw ay sha'n min shu'un al-hayah. طيب سأقرر من البداية. التفكير الموضوعي هو فن التعامل مع الأفكار والمواقف والأشخاص والأحداث، وهو العملية الذهنية التي ينظم بها العقل خبرات ومعلومات الإنسان من أجل اتخاذ القرار المعين من أجل قرار معين إزاء مشكلة ما أو موضوع محدد وفق نسق حيادي متجرد عن الهوى والعاطفة في اتخاذ القرار أو أي شأن من شؤون الحياة. نعم. ما هي الكلمة الصعبة؟ نسق معروف نسق نسق يعني نامة حيادي يعني غير منحاز لا تعرف ذلك؟ يعني حيادي يعني نيترال. هذا فقط. الهوى والعاطفة عرف العاطفة العاطفة. طيب هذا هو التفكير الموضوعي التفكير الموضوعي. إذن هنا ماذا تتطلب؟ أن تنمية التفكير الناقد تتطلب تطوير قدرة الفرد على التفكير الموضوعي عنفا بيانه هكذا وفحص جميع الأدلة وتقييمها واختيار البدائل المناسبة بهدف الوصول إلى أحكام أو قرارات موضوعية. هذه يعني تنمية التفكير الناقد تتطلب هذا. طيب ويسهم تفكير الناقد في التكيف مع الأوضاع المتغيرة ويتيح للأفراد فهما أعمق للمشكلات المتعددة. الأمر الذي يسهم في معالجتها وبالتالي التغير والتطوير. ويمكن تنمية هذا النوع من التفكير من خلال عدد من الإجراءات تمتاز بالموضوعية والحساسية والتقييم الدقيق والتمييز بين الرأي والحقيقة وغيرها. هذا في لونه، سنمشي إلى الأخيرة.